أهلا بكم في لسان العرب. يقول تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. قال الضحاك: تعني نكل بهم. وقال الزجاج: افعل بهم فعلا من القتل تفرق به من خلفهم. والتشريد في اللغة التبديد والتفريق. طيب، وشردت من المدرسة هاي من وين جاية؟ جاء في المعجم الوسيط: شرده طرده وتركه بلا مأوى. فهل تأتي شرد بمعنى هرب؟ فكروا فيها. في الأصوات التي لا تفهم: اللغط أصوات مبهمة لا تفهم. التغمغم الصوت بالكلام الذي لا يبين. وكذلك التجمجم. اللجب صوت العسكر. الوغى صوت الجيش في الحرب. الضوضاء اجتماع أصوات الناس والدواب. وكذلك الجلبة. الطفس قذر الإنسان إذا لم يتعهد نفسه بالتنظيف. رجل نجس طفس قذر، والأنثى طفسة. والطفس الوسخ والدرن. وقد طفس الثوب. يعني هل كلمة طفس في عاميتنا قريبة من هذا المعنى الذي ورد في لسان العرب أم لا؟ فكروا فيها. نقول: نفسي عزيزة مو بشراتك بخيل. شراتك هذه في عاميتنا أو شروة نستخدمها تعني مثل. جاء في المعجم الوسيط: شروة الشيء مثله. إذن هي فصيحة. عبد الله ابن المقفع، وكان اسمه قبل إسلامه روزبة ابن داذويه. يقول ابن خلكان أن والده كان جابيا لخراج فارس من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق. ولما مد يده فيما قيل إلى التلاعب بالأموال وصرفها في البذخ والترف، استثار غضب الحجاج فأمر بضربه ضربا مبرحا حتى تقفعت، أي تشنجت يده، فسمي بذلك المقفع. ثم سمي بذلك ابنه الذي صار له لقبا واشتهر به. عكف ابن المقفع على الثقافة والمعرفة في إقليم فارس، ثم ذهب إلى البصرة، وكانت وقتئذ منتدى العلماء والأدباء ومقر الرواة والمحدثين من الشعراء والكتاب، فتلقى فيها مبادئ الفصاحة. ثم خالط الأعراب الذين يفيدون إليها من البادية، فأخذ اللغة والشعر عنهم، فجمع بين الثقافتين الفارسية والعربية، وساعده على التمكن من الآداب العربية حدة ذهنه وعمق دراسته للآداب الفارسية، ونيله منها محصولا كبيرا لم يدركه أحد من معاصريه. قال محمد بن سلام عن مشايخه قولهم: ولا كان في العجم أذكى من ابن المقفع أجمع. وقال الجاحظ عنه: لم يفسر البلاغة تفسير ابن المقفع أحد. من مؤلفاته: الأدب الكبير، الأدب الصغير، أدب الكاتب، كليلة ودمنة، رسالة الصحابة. إلى اللقاء.